ارجوك وانت بتذاكر الليله دي عشان استعداد وانت خلاص ذاكرت وقضيت وعملت الواجب عليك تماما، حاول انك انت تنام بدري، اكلاتك تبقى خفيفه طول النهار عشان ما تبقاش تقيله بالنسبه لك وتصيبك بالخمول او الكسل. وانت بتذاكر انت بتحط ورق جنبك بس وتحط نقاط عشان تذكرك بما ذكرته في هذه المادة، عشان بس الصبح تبص عليها تفتكر كل اللي انت كنت مذاكره قبل كده. نصيحتي لأولياء الأمور، حاولوا ان كنتوا توفر الجو الهادئ لأبنائنا الطلاب، لان ده مستقبل. طبعا بيبقى فيه اضطراب وقلق للأسرة وأقارب الأسرة وللطالب أو الطالبة، لأن ده ماراثون والكل بيبحث فيه من الطلاب على تحقيق أكبر قدر من الدرجات اللي تؤهله لدخول الكلية اللي يتمناه. حاولوا كأولياء أمور توفر الجو الهادئ لأبنائنا الطلاب. نمرة 2، ما تظهروش أي توتر قدامهم. وبعدين إما بيجوا يذاكروا لها كل ساعتين خلوهم يفصلوا لمدة 5 دقائق وعشر دقائق، يريح دماغه شوية، يبص على التلفزيون 10 دقائق، يتكلم مع الأسرة 10 دقائق، لو خرج لمدة ربع ساعة ولا حاجة مش مشكلة، ويرجع يكمل مذاكرته تاني. لأن القعاد على المكتب أكتر من 2 ساعة بيبقى نسبة التركيز بتاعة الطالب بتقل. أدعو الله أن يوفقكم جميعا في امتحانات الثانوية العامة ويحقق كل آمالكم بإذن الله، وإن شاء الله تكون امتحانات كويسة بالنسبة لكم وتخشوا الكلية اللي عايزها كل واحد منكم.